يوسف قبل الفاصل كنت بكلم معاك ان احنا ازاي بقى ممكن نجدد علاقتنا بربنا بشكل اقوى واحسن حتى لو حد ممكن وقع في معصية اكتر من مرة. تمام. احنا القاعدة بتاعتنا ان انا عند حسن ظن عبدي بيه. فالانسان في النهاية باب التوبة مفتوح. مهما الانسان عمل من ذنب، هو واحد اعرابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له يا رسول الله يعني اذنبت ذنب؟ فقال توب. فقال يعني ماشي توبت، طب رجعت له تاني؟ قال له توب. طب ايه اللي يحصل؟ ربنا يغفر لك. طب رجعت للذنب تاني؟ قال له توب. فهو قاعد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لحد امتى؟ قال له ان الله لا يمل حتى تمل. النهارده ما انت عملت الذنب توب تاني، وعملت الذنب تاني وتوب تالت ورابع وخامس وسادس. دي قاعده. القصص اللي احنا بنحكيها دي كلها اللي هو بتقول لنا ايه يا جماعه؟ ما فيش يأس مع ربنا ولا تيأسوا من روح الله. اوعى يعني، خلي بالك احيانا ذنب اليأس من رحمه ربنا اعظم بكتير من ان انا اقول ايه اصل الذنب كبير على ربنا. لا لا لا، مفيش حاجه كبيره على ربنا. ده حتى يا اخي، ده انت لو اشركت بالله وبعديها بخمس دقائق قلت اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله وتوضيت وصليت وعملت الموضوع خلاص. هو ربنا خلقنا علشان يعذبنا، وربنا خلقنا علشان ما نكونش مبسوطين. يعني خلي بالك، هو الفكره ان ليه الاجيال الصغيره كلها بتحاول ان هي تبعد عن طريق ربنا ليه؟ هل احنا وصلنا ليهم انه اولا ربنا بيحبك؟ طب ربنا لما بيحبك مش جمله بتتقال وخلاص، لا، هو ربنا بيحبك فبيحب الحاجه اللي انت بتحبها. بس لما بيقول لك ما تعملش حاجه، على فكره هو خايف عليك. يعني ربنا لما بيقول لك الصحوبيه في وقت الاعدادي والثانوي وانك انت متخيل ان ده حب، هو ربنا بيقول لك لا ده غلط. طب ليه؟ لانه هو اللي خلقك وهو اللي عالم قلبك. هو الوقت ده انت بتمر بمرحله اسمها سن المراهقه. الكلمه دي مش عيب، متغير. بس الكلمه دي بتقول ان انت مذبذب ومتغير، وبتبحث عن المرحله دي عن التميز، ان انت عايز تبقى متميز في كل حاجه، حتى بيبان عليك حاجات تانية كتير. فالنهارده ما ينفعش ان انت تفتكر ان ربنا حابب ان هو مثلا ايه يضايقك. لا، ده هو خايف عليك. ربنا لما بيقول لك ما تقربش للسيجاره مثلا، هو في الاخر ليه؟ لانه ربنا عالم انك انت هتشرب السيجاره، وبعد كده هتطور لحاجه تانية، وبعد كده هتطور لحاجه تانية. ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. ربنا بيقول لك حافظ على نفسك، نفسك دي امانه. مزبوط. خلي بالك على نفسك. فوالله لو قعدنا ركزنا في كل حاجه ربنا قال لنا عليها، هتلاقي من حب ربنا لينا. ربنا لما بيقول للبنت انت في سن معين، لما يجي يخبط على الباب ويقول لك انا بحبك وعايز ارتبط بيكي وعايز اقابل باباكي ومامتك، هو بيحافظ على قلبك. لان الولد معلش مهما حصل الولد بينسى وبيعدي. البنت لو اتكسرت معلش، هنا في جزئيه مهمه قوي. شايف ان احنا عندنا مشكله في مخاطبه الشباب دلوقتي؟ اه طبعا. يعني بنقول لهم مصطلحات وكلام كبير عن فكرنا وعن او سننا مثلا؟ ايوه طبعا. احنا الوقت اللي احنا كنا بنمر بيه على ايامنا احنا كان شويه الخطاب هنقول ماشي تمام، يعني الدنيا تمام. لكن هم مختلفين عننا جدا، علشان كده احيانا بيبقوا محتاجين يسمعوا باللغه دي. يعني انا احيانا الناس تقول يا يوسف وانت بتتكلم بالاسلوب البسيط قوي، لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم. المهم وصل له الفكره. المهم يبقى عارف ربنا بطريقه ازاي بقى. يعني مره بسال شيخ بقول له يعني خطبه جمعه، وانا بتكلم باللغه بتاعتي دي، يعني ما بقولش الخطبه اللي كذا، لا بطلع وبتكلم باللغه بتاعتي في الخطبه. والله العظيم الشيخ ربنا يبارك له قال لي اخطب بالياباني بس الناس تفهم. انت متخيل هيوصل له؟ قال لي اوصل للناس، اوصل لقلوب الناس. احنا النهارده بقينا بنهتم ازاي؟ احنا عايزين نشوف القيمه المضافه اللي احنا هنوصلها للشباب الصغير. هو انا ليه دايما بفضل اقول للشباب الصغير؟ الشباب الصغير هم الكبار. الكبار الحمد لله وربنا يكرمهم بيسمعوا وربنا يجازيهم كل خير وبتعلم منهم. لكن الولاد الصغيرين النهارده محتاجين الخطاب ده، يعني محتاجين الحوار. يعني انا نفسي حاجه تحصل، والله نفسي الـ يعني الازهر مش حد تاني يعمل مؤتمر كبير لشباب الاعدادي والثانوي بس، مش جامعه كمان. حلو كده. ونبدا نساله يا احمد، واتمنى تبقى من خلال برنامج حضراتكم. تمام. ياخدوا منهم اهم الاسئله الشائكه اللي هم بتدخل في بالهم وما بيلاقوش لها اجوبه، وبيدخلوا يعملوا سيرش على الانترنت ويشوفوها كتير. طب النهارده لما الازهر مش هو اللي يرد عليهم، مين يا احمد هيرد عليهم؟ لما النهارده ما وصلوش ان والله ربنا بيحبك، فلما بيقول لك كذا غلط هو خايف عليك. لما مشايخنا وعلمائنا، احنا في الاخر يعني احنا في الاخر بنفكر الناس، لكن في الاخر الازهر هم علمائنا ومشايخنا والناس اللي تفتي. احنا لا نفتي. انا من ساعه ما جيت انا ما قلتش حاجه حلال وحرام، انا بقول ايه غلط وصح. الحلال والحرام في حاجه اسمها دار الافتاء، وهم اللي يطلعوا وهم اللي يقولوا وهم اللي يعملوا لقاءات مفتوحه مع الشباب الاعدادي والثانوي. والله يا احمد وسته ابتدائي وخمسه ابتدائي، ويقعدوا يسالوهم ايه اهم المشاكل والحاجات اللي انتوا. طب لما يسالوا كلام عن ربنا مين يجاوبهم الاسئله؟ العقيده.
هو النهارده عشان يبقى عندك حاجه راسخه وانت ماشي بيها ومؤمن بيها، مش حاجه اسمها عقيده. العقيده دي مين يعلمها لهم؟ يوسف لا. انا ما علمهمش عقيده. مين اللي يعلمهم؟ مشايخنا وعلمائنا في الازهر يتكلموا معاهم باللغه دي. علشان العقيده دي انت بتتكلم عن ربنا بصفاته بكل حاجه. هي دي النقطه. فاحنا النهارده بنحاول وبنجتهد، والله شاكر لحضراتكم جدا ان انتوا بتخبطوا على الباب للشباب ده النهارده. انا ما كنتش متخيل بفضل ربنا رد فعل الناس الحمد لله بعد الفقره اللي فاتت، والحمد لله مكملين. فده ده يبسط جدا. فربنا يا رب يجعله في ميزان حسنات حضراتكم. ربنا يجعل كل كلمه بتتقال الشباب ده يستفيد بيها، لان الشباب ده مسكين والله العظيم. الناس دي غرقانه، الناس دي نفسها حد يحس بيها. على فكرة البنات دول مش وحشين ولا الولاد دول وحشين، بس النهاردة هم ناس ما سمعوش، محدش طبطب عليهم، محدش كلمهم، محدش قال لهم ان ربنا مهما حصل ده انت لو زنيتي ربنا هيغفر لك وهيسامحك، ده انت لو شربت مخدرات ربنا هيسامحك. ايه اكتر من كده؟ يعني في حاجة اكبر من اللي انا بقوله؟ هو باب التوبة دايما مفتوح، وانت اسعى وخد خطوة ودي علاقتك بينك وبين ربنا. محدش هنا يدي احكام مسبقة او احكام مسبقة يعني للقصة دي.